في إطار هذا الاجتماع الوزاري تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي تم إعدادها من قبل اجتماع المندوبين، واللي كتهم أولا وقبل كل شيء قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، وكان مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها، وأكثر من ذلك ما تم الاتفاق عليه كذلك هو مقاربة عملية لتحرك عربي منسق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وأمام الاعتداءات المتواصلة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بالتالي هذا إذا كان تم اعتماد القرارات فكذلك تم التأكيد على ضرورة تنسيق التحرك العربي إزاء كل الفاعلين الدوليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. كانت هناك قرارات مرتبطة بمختلف الأزمات التي تعيشها الدول العربية حول ليبيا، سوريا، السودان وغيرها، وكلها قرارات تؤكد المواقف العربية الثابتة وتؤكد وتدعم كل المجهودات اللي قام بها الأمين العام وقامت بها الدول العربية لحل هذه الأزمات. القضايا اللي تم اعتمادها كذلك من قبل مجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمملكة المغربية عندها أهمية خاصة لأنها كتهم مجالات نعتبرها جد مهمة. تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبريالي العربي أمر مهم جدا لأنه يواجه إحدى التحديات الآنية التي تواجه كل الدول العربية، كما أنه غنبدأ في التحضير إن شاء الله للقمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد في موريتانيا نهاية هذه السنة أو بعد ذلك بقليل. وكما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الرقمي، وكلها تحديات يجب أن تواجهها الدول العربية لتدخل إلى عالم الحداثة وإلى عالم التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأمن الغذائي الذي يبقى مطروح بإلحاح على الدول العربية. إذن فهذا الاجتماع كل القرارات تم اتخاذها بالتوافق، وكل القرارات تم إغداءها بمشاركة كل الدول وبالدور الإيجابي. وهذه فرصة لأجدد الشكر للسيد الأمين العام ولطاقمه على المجهودات الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذا الاجتماع الوزاري. شكرا.